الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ومولانا محمد، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير ورسول رب العالمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وذريته المباركين وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا من بعده تفرقاً معصوماً، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإرضاء ربنا وخدمة ديننا وإدخال السرور على قلب سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونواصل إن شاء الله تعالى درسنا حول شرح كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف، وقد كانت لقاءاتنا المتعددة من قبل هي عبارة عن مقدمات تتعلق بالتصوف والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد لكل سالك أن يتعرف عليها. فتكلمنا في اللقاء السابق حول السلوك إلى الله جل في علاه، وحول أنواع السالكين، وأن هناك ما يسمى بالسلوك السلوكي والجذب السلوكي والسلوك الجذبي والجذب الجذبي، وعرفنا الفرق بين السلوك والجذب أو بين السالك والمجذوب، وعرفنا أنه ربما بدأ المريد سالكا ثم جذب، وربما يبدأ مجذوبا ثم يسلك، وأحيانا يكون مجذوبا في البدء والمنتهى أو سالكا بدءا ومنتهى. وذكرنا أن أفضل هذه الأنواع هو الجذب السلوكي، حيث إن الجذب يتيح له أن يبلغ أعلى المقامات في وقت قصير، وهذا دلالة على عناية الله سبحانه وتعالى به، لأن الطريق إلى الله جل في علاه ذكر الله تعالى له في القرآن مسلكين، أحدهما وهو المسلك الأول مسلك الاجتباء، والثاني مسلك الإنابة، كما يقول الحق سبحانه وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فعند الكلام عن الاجتباء علقه بالمشيئة، فقال: يجتبي إليه من يشاء. والكلام عن الإنابة علقه بقوله أو بالهداية علقه بقوله من ينيب. وهذه الآية فيها التفاتة أو نكتة ينبغي أن نلتفت لها،
وهي أن الحق سبحانه وتعالى قرر أمرا هاما، وهو أن الاجتباء والاستفاء هذا بمحض المشيئة الإلهية والاختيار الرباني. لكن لما علم الله تعالى تطلع البشر أو تطلع الخلق إلى أن يبلغوا أعلى المراتب لم يغلق الباب دونهم، فقال بعدها: ويهدي إليه من ينيب. لئلا يقولن بعض الناس: وهل لي علم بالمشيئة؟ هل لي اطلاع على مراد الله واختياره؟ فيترك العمل ويترك الاجتهاد في باب الله. لكن الله سبحانه وتعالى قال: ويهدي إليه من ينيب، لئلا يغلق الباب على أحد. فتبدأ في السلوك وتبدأ في الإنابة، فإن تداركتك العناية حصل لك الاجتباء أثناء الطريق، فتسمى في هذه الحالة سالكا مكذوبا، أو تسلك وتبدأ سالكا وتنتهي سالكا، فيقال هذا صاحب سلوك سلوكي، أو تبدأ بطريق الاجتباء وتنتهي بطريق الاجتباء. وطريق الاجتباء هو طريق الاصطفاء، حيث لا يعود العبد فيه على عمله ولا على جهده، ويجد من الحق سبحانه وتعالى ومن ملاطفات الله ومن عطفات الله ومن تجليات الله ومن نفحات الله ما لم يخطر له ببال، وما لا يوافق جهده ولا عمله ولا اجتهاده في طاعة أو سواها. ولذلك كان العارفون يقررون هذه المسألة ويقولون: إن ولاية الله تعالى لعبد نفسا تنيله ما لا تنيله المجاهدة الآلاف من السنوات. وكان بعضهم يقول: ليس الشأن أن تكون مريدا، إنما الشأن أن تكون مرادا. كما يقول علماء الكلام من ساداتنا أهل السنة فيما يتعلق بالسعادة والشقاوة، فبعضهم يقول: مسألة السعادة والشقاوة تتوقف على الخواتيم، فمن يختم له بالسعادة فهو من أهلها، ومن يختم له بالشقاوة فهو من أهلها. لكن أصحاب النظر الأدق يقولون: ليس الشأن بالخواتيم، إنما الشأن بالسوابق، لأن ما سبق سيكون، حيث إن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وآله: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. خلاص، فإن كان سبقت له العناية من الله ليكون من أهل السعادة فهو من أهل السعادة، فإن سبقت له الشقاوة والعياذ بالله فهو من أهل الشقاوة، دون أو بقطع النظر عن الخاتمة، لأن السابقة انتهى أمرها وظهرت. فإن كانت السابقة خيرا كانت الخاتمة خيرا، هكذا. واختلاف أهل المعرفة في مثل هذه الأمور إنما هو ناشئ عن اختلاف في الفهم عن الله ودرجة الفهم عن الله ودرجة النظر في الدليل، وهذا أمر يتميز به أو يتمايز به عباد الله عموما خصوصا من أهل الله. فالمسألة
يقول سيدنا الإمام ابن عطاء الله السكندري: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. ويقول شيخنا الإمام الكتاني في حكمه أيضا: ليس العجب ممن هلك، ليس العجب ممن نجا كيف نجا، ولكن العجب ممن هلك كيف هلك. وأرجو أن تتأملوا، أرجو أن تتأملوا. إمام عالم عارف يقول: ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. هذا الاتجاه العطائي، إن صح التعبير، هذه النظرة العطائية. النظرة الثانية الإمام الكتاني رضي الله عنه يقول: ليس العجب ممن نجا كيف نجا، وإنما العجب ممن هلك كيف هلك. هل تستطيعون أن تفرقوا بين نظر الشيخين وتفهم ما هي وجهة النظر لديهما، أو ما هو مدرك كل منهما؟ لماذا هذا قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا؟ ولماذا الثاني قال ليس العجب ممن نجا كيف نجا، بل العجب ممن هلك كيف هلك؟ الأول وهو الذي قال ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا، نظره إلى شديد العقاب، نظره إلى شديد العقاب. والثاني القائل ليس العجب ممن هلك كيف هلك، أو ممن نجا كيف نجا، بل العجب ممن هلك كيف هلك، نظره إلى واسع الرحمة. وكلما اتسعت الدائرة كلما اتسع العرفان، وكلما اتسع الشهود، وكلما لم نضيق واسعا. وهذا أمر أيضا يتميز به أهل الله. تستطيع أن تعرف وتزن تلك القدور العالية بالميزان الصحيح السليم عند الالتفات إلى هذه المواطن. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجا. يعجب كيف ينجو العبد، مع أن الحديث إن ربكم غضب اليوم غضبة لم يغضب مثلها أبدا. فلما نظر إلى هذا المعنى قال: سبحان الله، الله ينجينا، ليس العجب ممن يهلك، فالهالكون كثر، إنما العجب ممن سينجو، الناجون قلة. لكن من قال ليس العجب ممن نجا، وإنما العجب ممن هلك، لم يشهد هذا المشهد الجلالي، وإنما شهد المشهد الجمالي في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء، فجعل جزءا في الدنيا به يتراحم العباد حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وادخرت 99 في الآخرة يرحم بها عباده. الذي ينظر في كلام الشيخين دون تأمل ودون فتح ودون توفيق يقول: لا، يكذب بعضهم بعضا ويناقض بعضهم بعضا. أبدا،
إنما لاختلاف المشهد، لاختلاف المعنى، لاختلاف النظرة. هذا أمر ينبغي أن ننتبه له، وهو مستعمل كثيرا في كلام العارفين، بل وتجد بعضه في كتاب الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك حين تجدهم يستعملون المشيئة في بعض الأمور التي ربما تعتبر مستحيلة. يعني عندك مثلا في قول الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. هنا المعروف أن من يدخلها يدخلها خالدا، فلماذا علق هنا الأمر على المشيئة؟ لماذا استثنى بالمشيئة؟ إلا من شاء ربه. الأمر الثاني وهو أشد عجبا في قول الله تعالى حكاية عن شعيب، لما قال له قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وهل يمكن لسيدنا شعيب النبي أن يدخل في الكفر؟ فلماذا استثنى بالمشيئة؟ قال: إلا أن يشاء الله. هذا إذا دل فإنما يدل على وسع نظر النبوة. فالنبي لا يقيد شيئا ولا يطلق شيئا، لا يقيد إلا ما قيده الله، ولا يطلق إلا ما أطلقه الله. فلا يقيد شيئا على القدرة، لأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا يعجزها شيء. وإن كان علماء الكلام يقولون كما تعلمون إن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، نعم، لا بالواجب ولا بالمستحيل، على اعتبار أن القدرة إذا تعلقت بالمستحيل أو تعلقت بالواجب، فإذا تعلقت بالواجب كان تحصيل حاصل، وإذا تعلقت بالمستحيل أصبح الآن هناك قلب للأمور والموازين. أمر مستحيل كيف يتحقق ويكون واجبا؟ الأمور بلا شك تضطرب وتختلف، فلا يكون المستحيل واجبا ولا يكون الواجب مستحيلا، وإلا سقط الاعتقاد أو الاعتماد على العقل، وسقط الضوابط العقلية، وسقط كل هذه المعايير التي نستند إليها والتي كرم الله سبحانه وتعالى بها النوع البشري. المهم أن وسع نظرة النبي في هذا جعله يقول: إلا أن يشاء الله ربنا، ثم بين لماذا استثنى فقال: وسع ربنا كل شيء علما. فلو كان في علم الله أن أعود سأعود، وإن كان سبق في علم الله ألا أعود فلن أعود. ويستحيل أن يعود لأنه نبي، لكنه لما شهد وسع القدرة وطلاقة الإرادة استثنى تأدبا مع الله جل في علاه. ويحضرني كذلك فيما يتعلق بهذا الأمر قصة كنت قد سمعتها من بعض مشايخنا، أو لعلي قرأتها، الله أعلم يعني. المهم القصة بتقول إيه؟ إن سيدنا الشيخ أبو يزيد البسطامي كان جاله مرة إبليس في صورة كده، يعني صورة غير صورته، بس عارف إن هو الشيطان يعني. فقال له: أنا عايز أسألك سؤال. قال له: سؤال. قال له: مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ورحمتي وسعت كل شيء؟ قال له:
قال له ألست أنا شيئا؟ هو الشيطان ده مش شيء؟ قال بلى أنت شيء. قال فهل تسعني رحمة الله فيغفر الله لي؟ فقال له الشيخ أبو يزيد لا أبدا، أنت يا خلاص آيس من رحمة الله. قال له ليه؟ القرآن هو بيقول هو رحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء فتسعني الرحمة. قال له لكن أكمل الآية فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فأنت لست من هؤلاء. فالله تعالى قيد هنا الرحمة التي تسع كل شيء بهذا الأمر. فقال له الشيطان التقييد من شأن الخلق لا من شأن الخالق. انظروا كيف رد عليه، قال التقييد من شأن الخلق لا من شأن الإيه؟ أنت إذا بتقيد ربنا ليه؟ بتقيد أمر الله ليه؟ أنت فهمت الكلام ده؟ إنه تقييد ده مش تقييد، ده ربنا ما يقيدش، ده ربنا حضرة الإطلاق الإرادة والقدرة والرحمة. فسكت الشيخ أبو اليزيد ما ردش. فبلغت هذه القصة للشيخ محي الدين بعربي، فقال لو كنت ثم لأجبته، لو كنت ثم هناك لأجبته وقلت نعم، لكن ما قيده الله نقيده وما أطلقه الله نطلقه. فأنا لم أقيد من عند نفسي، إنما الله قيد، فنقيد ما قيده الله ونطلق ما أطلقه الله. وهذا طبعا يدل على كما ذكرت لكم ملاحظ العارفين ومدارك العارفين والنكات التي ربما يفتح بها عليهم كيف يختلف هذا عن ذاك. وهذا كله من الكمال، هذا كله من الكمال، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وإذا كان هناك أصلا في العلوم التي يمكن أن تدرسها وتتمكن فيها ما لا يمكن أن تبلغه بنفسك كعلوم اللغة مثلا، فالإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول اللغة لا يحيط بها إلا نبي، وعلوم اللغة مبذولة وموجودة والكتب موجودة ومستقرة ولكن لا يحيط بها إلا نبي، فما بالكم بالعلم العرفاني، ما بالكم بالعلم العرفاني. فهذا كله إذا دل يدل على أن الاختلاف في هذه الأمور إنما له حيثيات كثيرة متعددة. هذه الحيثيات الكثيرة المتعددة إذا لاحظها الإنسان يستطيع أن يتعرف على الشفوف بين مراتب الأقطاب والأبدال والأوتاد والأغواث والأفراد والأختام والنقباء والنجباء وأهل النوبة والأجراس ومفاتح الغيب وغير ذلك من مراتب الأولياء المعروفة التي نص عليها أهل العلم. إذا كان الرسول عندك كويس كده يبقى كويس خلاص، لا نحتاج إلى يستطيع الإنسان أن يلتفت إلى مثل هذه الأمور التي يحصل بها كما ذكرت لكم. ثم إن بعض العارفين ذكر وجها آخر يحصل به التمايز ويحصل به الشفوف في المراتب عند العارفين، وهو استغراقهم في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم هو الواسطة في الأخذ والتلقي، لأنه ليس هناك أحد من الناس أخذ عن الله مباشرة، إنما كلنا أخذنا بواسطة من؟ النبي صلى الله عليه وآله. فكما قال الإمام الكتاني رضي الله عنه الجماد المحمدي مرآة الذات،
على قدر فنائك فيه على قدر بقائك بربك، على قدر انحجابك عنه على قدر انحجابك عن ربك. وهذا أمر يصدقه الكتاب والسنة، فإنه ليس هناك إنسان يستطيع أن يبلغ محل المقربين من الله إلا من باب رسول الله. وعلى قدر محبتك له وتعلقك به، وعلى قدر تمسكك بهديه عليه الصلاة والسلام، على قدر ما تبلغ من المعرفة، وعلى قدر ما يفتح الله سبحانه وتعالى لك من مفاتيح الغيب. ويقول أيضا الشيخ رضي الله تعالى عنه: فما تقطب من تقطب، يعني ما أصبح الأقطاب أقطابا، ولا تغوث من تغوث، يعني ما أصبح الأغواث أغواثا. فما تقطب من تقطب ولا تغوث من تغوث إلا بسبحه في أبحر الكمال المحمدي، سبحا يوفي على سبح من قصر عن رتبته وانحط عن درجته. فكل من انحط درجة عن غيره إنما ذلك لشفوفه وتعلقه الزائد بهذا الجناب الكريم صلوات الله عليه وعلى آله. لقد كان الشيخ أبو العباس المرسي تلميذ الإمام أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهما يقول: لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين. وقال بعض العارفين في مقابل هذا الكلام: لو غابت عني حقيقته الأحمدية ما عددت نفسي من حصى الأرض. انظروا أيضا إلى هذا الأمر أو إلى هذا التفاوت. هنا يقول: لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الذين لا يفهمون من النابتة كما يسمون يقولون هذا غلو أو هذا مغالاة. إيه يعني لو غاب عني رسول الله طرفة عين؟ إزاي يعني؟ نقول لهم: هو لم ينسب الغيبة لنفسه، إنما ينسب الغيبة له صلوات الله عليه وعلى آله. لم يقل لو غبت أنا، فإنه إذا قال لو غبت أنا عن رسول الله يكون بذلك كلامه لا يصح، لأنه لابد أن يغيب، والإنسان بطبعه يشغل ويغيب، يغفل، ينام، يسهو، ينسى. وإنما قال: لو غاب هو عني فلم يلحظني بلحظاته، ولم يلتفت إلي بلفتاته، ولم يشملني بنظراته، ما عددت نفسي من المسلمين. هذا هو المعنى في كلام الشيخ رضي الله تعالى عنه. والمعروف أن هذه الأمة المحمدية أيضا فيها من تلاحظه الذات الكريمة المحمدية. كيف تلاحظه؟ موجود في القرآن وفي السنة. ليس هناك شيء في علم التصوف اختراعا، وليس هناك شيء بالتشوف والمحبة والكلام، كل قواعدنا بالكتاب والسنة، ونحن نعبد الله بالدليل. وأذكر أني حين كنت في بعض المناظرات مع بعض الذين ينتمون إلى النابتة، و على فكرة هم عملوا استفتاء في الانترنت في الفيسبوك، استفتاء: هل تسمي هؤلاء بإيه؟ نابتة ولا كذا ولا كذا؟ فكلهم اختاروا النابتة. اختاروا إيه؟ النابتة. قالوا يعني أنا أعرف نابتة الحشوية، يعني إيه المعنى في بطن الشاعر، وكل لبيب بالإشارات يفهمه. ما هو في نابتة، في نابتة في نابتة، لا في يا سيدي، في نابتة صحيحة سليمة
سقيت في مواعيد السقي وغرست غرسا جيدا فأصبحت نابتة سليمة معتدلة أثمرت، وفي نابتة وإياكم إن شاء الله، وفي نابتة لم يحصل لها ذلك فخرجت معوجة بس. والكلام على سبيل المجاز، ماذا يقصد ما أنا قلت لحضرتك. لا 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 لا، هقول لك ما تشاء، هقول لك ما تشاء بعد الدرس إن شاء الله. حاضر حاضر، الله يكرمك. لنا لقاء يعني نشرف عن الحكيم الترمذي، من الحكيم الترمذي صنف في المعاملات. نعم بس يعني أطلقي حاضر نوادر الأصول. عندي إن شاء الله إن شاء الله. المسند ولا لا؟ المجرد من الإسناد والله. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام البزار بسند رجاله رجال الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم، تعرض علي أعمالكم، فما وجدت من خير حمدت الله، وما وجدت من شر استغفرت الله لكم. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود أيضا عن أبي هريرة: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذا فيه دلالة على حياة الأنبياء، وأكمل الأنبياء حياة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا التواصل الذي يحصل بينه صلوات الله عليه وبين الذي يسلم عليه، الذي يصلي عليه، الذي يفعل الخير، هذا بلا شك يكون في ميزان السالك إلى الله جل في علاه. المهم أننا بعدما ذكرنا هذه الأنواع المتعلقة بالسلوك وتقسيمه إلى أقسام، جئنا على ذكر أركان الطريق أو أركان السلوك إلى الله. قلنا أن هذه الأركان تتكون من سالك ومسلك أو مربي أو شيخ، ومنهج في التسليك أو منهج في التدرج في الطريق. أما السالك فمعروف اللي هو المريد، فالمريد لابد أن يتحلى أول ما يتحلى بمحاسن الأخلاق ويترك مذامها، فيبدأ بالتوبة، يبدأ بالتوبة مما جنته يداه، ويصفي قلبه ويقبل على الله سبحانه وتعالى بإخلاص وصدق، وعلى قدر إخلاصه يكون العطاء له إن شاء الله. ولذلك يقولون الطريق ليس بالسبق وإنما الطريق بالصدق. يعني أي من آدم كده في أي مسلك إذا لم يكن صادقا كيف يبلغ ما يريد؟ ما فيش حاجة اسمها والله الإنسان ده ملتزم قبل ده بعشر سنين، فإزاي ده يبقى كده عالم وحلو وكويس قبل ده؟ مفيش حاجة اسمها الكلام ده. في حاجة اسمها إنسان إيه؟ صدق. إنسان صدق في سلوكه، صدق في إقباله على الله سبحانه وتعالى، ففتح الله سبحانه وتعالى له أبواب القبول. فيبدأ أولا بالتوبة والإقبال على الله جل في علاه، والتبري من الحول والقوة إلى حول الله تعالى وقوته. والحقيقة أن كثيرا من الناس لا يفهمون الحكمة من الوقوع في الذنب وحصول التوبة منه. فبعض الناس يقول، هؤلاء يقعون في اليأس والعياذ بالله، يقع في بعض الذنوب، يقع في بعض المعاصي، فإذا وقع في بعض الذنوب أو في بعض المعاصي يحصل عنده يأس من رحمة الله والعياذ بالله، و
ربما يقول ولماذا وقعت بهذه الذنوب، ولماذا لم يحفظني الله، ولماذا كذا ولماذا كذا، وهذا كله خطأ ودلالة على ضعفه. لأن وقوع العبد في الذنب، وهذا ملحظ مهم، ليس معناه أن هذا العبد لم يلتفت الله إليه. وقوعه في الذنب ليس معناه هوانه على الله. وهذا يجرنا إلى سؤال، ما هو السؤال؟ السؤال يقول: لماذا قدر الله تعالى علينا المعاصي؟ ليه ربنا ما خلقناه زي الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ هذا حال الملائكة، الله قادر على أن يخلقنا بلا معاصي. نعم بلا شك، وإنما الأمر فيه حكمة جليلة. لماذا قدر الله تعالى علينا المعاصي؟ يقول بعض أهل العلم: إنما قدر الله تعالى علينا المعاصي في بساط التشريف لنا. وهذا أمر عجيب، كيف تكون المعصية في بساط التشريف؟ هذا أمر عجيب. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مسلم: والذي نفسي بيدي لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. إذن هذا الكلام معناه أن وقوع الذنب من الإنسان هذا أمر أراده الله جل في علاه. وأول من أراد الله سبحانه وتعالى أن تقع منه المعصية من بني آدم، آدم أبو البشر الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. كما قال أيضا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وهذا يفتح علينا أبواب تساؤلات كثيرة: كيف وقع آدم في المعصية؟ والمعصية إنما تكون باجتراء العاصي وهو نبي. كيف سمي ما وقع فيه آدم معصية مع أن آدم كان في الجنة والجنة ليست دار معصية؟ ثم كيف سميت أو سمي أكل آدم من الشجرة معصية مع أنه كان في الجنة والجنة لا تكليف فيها؟ والمعصية لا تكون معصية إلا إذا كانت في إلا إذا صدرت من مكلف. فالصبي الذي لم يبلغ وليس مكلفا لو فعل خطأ هل نسميه معصية؟ هو ما عصى الله لأنه غير مكلف. المجنون غير مكلف، الذي ولد في مكان لم يسمع فيه عن الإسلام وليس به علماء، هذا ليس مكلفا. كيف ولم يبلغه شيء؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكيف صح إطلاق الأكل من الشجرة؟ كيف صح أن يطلق عليه معصية وهو كان في الجنة والجنة ليست دار تكليف؟ فكيف يسمى بالمعصية؟ أسئلة كثيرة يحتاج الإنسان لأن يتأمل فيها. هذا يجرنا أولا للإجابة على السؤال الأول، وهو السؤال الذي يقول: لماذا قدر الله تعالى علينا المعاصي؟ يقولون: إنما قدره أو قدرها في بساط التشريف. قدرها في بساط التشريف، يعني أراد الله تعالى أن يشرفنا. بماذا يشرفنا؟ بماذا؟ قالوا: أراد الله تعالى أن يشرفنا بأمر حرمت منه الملائكة وحرم منه الشياطين أيضا، ألا وهو التوبة. فإن التوبة على العبد معناه
أن يتجلى الله تعالى عليه باسم التواب. وكل اسم من أسماء الله له مقتضى، يعني اسم الله الرحمن الرحيم يقتضي وجود من يرحمه، ألا ما صح؟ اسم الله الخالق يقتضي وجود من يخلقه، هذا يقتضي هذا. لا نقول إنه ما أصبح خالقا إلا بعد أن خلق، هذا لا يصح، لأنه الخالق قبل أن يخلق الخلق. إنما اسم الخالق يقتضي مخلوقا، اسم الرحيم يقتضي مرحوما، اسم الرازق يقتضي مرزوقا، هكذا. طيب، فاسم الله تعالى التواب يقتضي أن يكون هناك من يذنب ليتوب الله عليه، فلو لم يقدر علينا الذنب لتعطل مقتضى اسم الله التواب، فحصل الذنب في بساط التشريف، خصوصا وأن الشياطين لا يتوبون لأنهم مصرون على المعاصي، والملائكة كذلك لا يتوبون لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم. فمن الذي حصل له التشريف وحده بالتوبة؟ الإنسان. فالإنسان هو الذي سقي من بحر أنوار اسم الله التواب، ولم يشاركه في ذلك لا شيطان ولا ملك. ولما كان الأنبياء سبقت لهم العصمة من الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يقعون في الذنب، ونبينا عليه الصلاة والسلام معصوم باتفاق. لكن لا يعني هذا حرمانه من تجلي اسم التواب، لئلا يبقى حضرة من حضرات الأسماء إلا وله فيها صلى الله عليه وسلم نصيب. فلذلك قال الله تعالى له في القرآن: لقد تاب الله على النبي. بعض الناس يقول: تاب الله على النبي، هو النبي عمل ايه؟ ماذا فعل صلى الله عليه وعلى آله حتى يقول الله قد تاب الله على النبي؟ هو النبي عمل شيء؟ خد بالك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. طيب وبعدين؟ وعلى مين تاني؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا. إنما لم يشأ الله تعالى أن يذكرهم في أول الأمر. لماذا لم يقل في أول الأمر لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا؟ لأن قوله تعالى لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، لو قال الله تعالى هذا لكان فيه كسر لزجاجات قلوبهم. لما اجي انت كده وقعت في معصيه واجي على الملأ كده يقول لك انت ربنا تاب عليك، معناها ايه؟ ان انت تقول الناس ده عمل وسوى ووقع في المعاصي كتير فربنا تاب عليه بقى كويس دلوقتي. انما لما اقول لك ايه يا اخي ربنا الحمد لله تاب عليا وتاب عليك، فانا استر حالك في حالي. لاحظتم هنا؟ أستر حالك في حالي. وهكذا قال الله تعالى في القرآن: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه. خد بالك بقى بعدها يقول ايه؟ وعلى الثلاثة الذين خلفوا. حتى وعلى الثلاثة حصل ايه يعني؟ يعني تاب برضو على الثلاثة، انما ضمهم الى من سبق ذكرهم من المتقدمين ليستر توبتهم في توبتهم ويستر حالهم في حال هؤلاء. وهذا ادب علمنا الله تعالى اياه بالقرآن وفي القرآن. اذن انما قدرت المعصية من أجل أن تشرف بالتوبة التي حرمت منها الملائكة وحرم منها الشياطين
وكانت لك أنت خاصة أيها الإنسان. وكتب الله تعالى على سيدنا آدم أن يتلبس بما صورته صورة المعصية، أن يتلبس بما صورته صورة الإيه؟ المعصية. فهل يتصور أن سيدنا آدم كان حين أكل من الشجرة ملتزم بها وملتزم بالمعصية كأي إنسان يفعل معصية وهو يلتزم بها؟ لا يتصور هذا في حق سيدنا آدم، إنما قدر الأمر أن يقع في هذا. ليه؟ كما قال شيخنا الملك الثاني رحمه الله تعالى، يقول: لتستنطق المناطق. يعني إيه؟ يعني لنستفيد نحن ونتعلم ونفهم عن الله سبحانه وتعالى ما لا يمكن أن نفهمه إلا بهذه الأمثال. فالله تعالى لما أكل آدم من الشجرة وأخرجه من الجنة يريد أن يقول لنا: لا تفعل مثل ما فعل آدم فتعصي الله فتكون معصيتك سببا في خروجك من الجنة أو حرمانك منها. إنما في بساط التحقيق، هل يجوز أن نلوم سيدنا آدم على أكله من الشجرة؟ ما يصحش، ما ينفعش، لأن هو ده اللي حاول يعمله مين؟ سيدنا موسى عليه السلام. فسيدنا موسى عليه السلام كما في الصحيح لما لقي سيدنا آدم قال له: أنت آدم أبو البشر، أخرجتنا من الجنة، وفي رواية: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فسيدنا آدم عليه السلام قال: يا موسى، أتجد معصيتي في التوراة؟ قال: نعم، أجدها في التوراة. عصى آدم ربه. قال: أو تدري بين خلقي وبين أن يكتب الله التوراة كم سنة؟ قال: كم؟ قال: 40 سنة. قال: طبعا وإن يوما عند إيه؟ عند ربك. قال: أتلومني على شيء قدره الله تعالى علي قبل أن أخلق 40 سنة؟ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله لما ذكر لنا هذا المشهد علق هو على هذا المشهد وقال: فحج آدم موسى. يعني صارت الحجة لآدم على من؟ على سيدنا موسى، لأنه احتج بالقدر. وهل يجوز لأحد منا أن يحتج بالقدر؟ قال أهل العلم: لا يحتج به إلا بعد أن يقع وينتهي الأمر خلاص، فما يروش حيه يقول قدر الله ما شاء إيه فعل. إنما سيدنا عمر واحد بيقول له: سرقت ليه؟ فقال له: يا أمير قدر الله. أم إيه؟ قال: لا، ده نقطع إيده ونجلده علشان افترى على الله. هو ينفع تقول قدر الله؟ طب ما هو قدر الله، انت اخترعت حاجه من عندك، ما كله بقدر الله. انما انت قبل ما تسرق كنت تعرف انه قدر الله؟ خد بالك من دي، قبل ان تسرق اكنت تعرف انه قدر الله؟ تعرفش. اكنت تعرف ان الله قدر عليك المعصيه؟ تعرفش. طب لما انت ما تعرفش بتحتج بيها ليه؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن لما جماعة المشركين قالوا إيه؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. بعدها قال إيه؟ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. يعني لو شاء ربنا ما أشركنا. طيب ما أشركتم لو شاء؟ طب هل أنتوا عندكم علم بأنه هو شاء ولا ما شاءش؟ ما عندكمش علم، ولأنه لا علم لك بمشيئته سبحانه وتعالى ما تجيش تقول هو شاء كذا وأنت الله. طب وأنت قبل ما تعمل المشكلة أو تحتج بالقدر على المعصية ما ينفعش. ولذلك حتى الملحظ ده أخذوه الفقهاء فقالوا إيه؟ اللي يقول لمراته انت طالق ان شاء الله تبقى طالق ولا لا؟ خد بالك من دي، الفقهاء برضو بي 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 يعني فهموا بقى من التعامل مع القرآن والسنة
هو لعل هذا هو ملحظ الفقهاء في المسألة دي. لما يقول إلا أن يشاء ربنا أو لو شاء الله ما أشركنا، فربنا يقول لهم هل عندكم من علم؟ وكلامهم غير مقبول. طيب لو واحد قال لمراته أنت طالق إن شاء الله، تقع ولا لا تقع؟ قالوا لا تقع، مش طالق. طالما علق على الايه؟ على المشيئة. ليه؟ لأن أنت تعرف هو شاء ولا ما شاءش، أنت ما تعرفش ربنا شاء ولا ما شاءش، يبقى مش طالق. خلاص؟ فضل أدي على المغرب نص ساعة. طيب نكتفي بهذا القدر، علشان عندنا درس إن شاء الله في البعوث بعد المغرب إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وإن شاء الله الاثنين القادم نتمم إن شاء الله ما نحن فيه من الكلام حول هذه المقدمات الهامة، ثم نشرع إن شاء الله تعالى في قراءة الكتاب وشرح ما فيه بتوفيق الله وفضله. وأسأل الله جل في علاه أن يفتح لنا ولكم أبواب القبول والتيسير والفتح والفهم عن الله ورسوله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا الخير وأعنا عليه. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعفو والعافية والمعافاة في ديننا ودنيانا وآخرتنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله. الله الله على الأصحاب.